اللي بيشخص ويعالج أمراض الثدي عامة سواء حميدة أو خبيثة هو الجراح، هو جراح الثدي، تخصص جراحة الثدي، يا إما يبقى دكتور جراحة عامة متخصص في جراحة الثدي أو دكتور جراحة أورام متخصص في جراحة أورام الثدي، تمام؟ لكن مش دكتور الأشعة هو اللي بيشخص ولا اللي بيعالج، تمام؟ ومش دكتور طبيب الأورام، لأن طبيب الأورام بيشتغل في الأورام الخبيثة فقط وليس في الأمراض الحميدة كمان.